إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الجزء الثاني في عن الارتداد الحمضي. هذا المرض لا علاقة له بالجهاز الهضمي، أيضا مثل التهاب الحنجرة أو التهاب الصدر، وتنتشر حالة الارتداد الحمضي بشكل كبير لدى المصابين بزيادة الوزن بسبب ضغط الدهون والشحوم على المعدة. وينصح يعني الأطباء المصابين بالارتداد الحمضي بتخفيف الوزن ومضغ الطعام بشكل جيد وتناول وجبات أكثر يعني أكثر من تقليل كميات الطعام في كل منها، وتخفيف شرب السوائل مع الطعام خصوصا الشطة أو السوائل الغازية، والامتناع عن تناول صلصة البندورة والأشياء الحامضة والحارة والبهارات والكحول وأيضا التدخين. كما ينصحون أيضا بعدم النوم مباشرة بعد الأكل أو الاستلقاء بعد الطعام، ويفضلون المشي لبعض الوقت يعني بعض الوقت مثل نص ساعة بعض الطعام، أو البقاء جالسين لفترة لا تقل عن 3 ساعات مثلا. كما أن الدراسات الحديثة أكدت يعني وجود ارتباط كبير بين الشوكولا والكافيين ويعني وارتخاء عضلات المريء وبعض المواد المضرة على الجسم. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.